ازيكم عاملين ايه؟ انا مع عبد السلام لاعبة منتخب مصر للغطس، وانا حاليا موجودة في امريكا. ونظرا لعدد الحالات الكتيرة اللي احنا بنشوفها في كل دول العالم وبالذات امريكا، فانا حابة اطلع وملتزمة بالتعليمات ان انا مخرجش خالص من الأوضة، وطبعا بقية التعليمات اللي احنا بنشوفها غسل الايدين باستمرار وتقوية المناعة، وطبعا بعمل شوية تمرينات عشان احافظ على لياقتي. فأتمنى طبعا كلكم تكونوا ملتزمين بالتعليمات. وسبب عدم رجوعي مصر سببه ان انا حاليا ما خلصتش دراسة وعندي مواد كتير قوي بخلصها، وتم اضافة ليا مواد برضو بسبب كورونا، وكان المطارات كلها مقفولة ومطار مصر مقفول، فتم اضافة ليا مواد في الصيف كتيرة برضو. فان شاء الله هرجع ان شاء الله على اخر شهر 6. بس انا حابة اشكر الرئيس وزير الشباب والرياضة واتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس على رجوع المصريين والسباحين والرياضيين من أمريكا، وإن شاء الله نعدي المحنة دي على خير إن شاء الله. مساء الخير، ازيك كابتن خالد؟ ايه اخبارك؟ انا كان نفسي طبعا اكون موجود معاك النهارده في الاستوديو، بس ان شاء الله تتعوض في وقت احسن. انا حبيت ابعت لك واطمنك واطمن كل الاهلاويه ان انا الحمد لله كويس. انا دلوقتي في ولايه الاباما، والحمد لله الحالات هنا قليله جدا، مش زي كاليفورنيا ومش زي نيويورك، فدي حاجه كويسه. انا بس طبعا عايز ابعت لك واطمنك عليا ان طبعا التمرين والحاجات دي كلها اتقفلت، البولز وكل الحمامات السباحه اتقفلت هنا، فده اثر على التمرين في الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله بنقدر عليه. بتمرن مع نفسي في البيت وبعمل كل اللي اقدر عليه عشان اتمرن كويس. انا اساسا الاولمبياد اتاهلت لحد السنه الجايه، فان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون فتره احسن. وانا طبعا عايز اوجه رسالتي للمصريين وكل الشعب المصري ان هم ياخدوا الموضوع بجديه كامله ويتابعوا الحاجات اللي الحكومة بتقولها، ويلبسوا الماسكات ويعملوا كل الحاجات اللي الحكومة بتقولها عشان ما يقعوش في نفس مشكلة أمريكا اللي هي فيها دلوقتي، عشان هم استهتروا بالفيروس في الأول، فطبعا أثر عليهم بطريقة سلبية. فدي حاجة مهمة جدا إن المصريين يعرفوها ويتعلموا منها عشان ما يبقاش فيها نفس المشكلة اللي اتحطوا فيها زي أمريكا هنا. أخيرا عايز طبعا أوجه شكري وعايز اوجه شكر كبير جدا لكل الناس وكل المتابعين اللي هم بعتوا لي وسلموا عليا في الفتره اللي فاتت ويطمنوا عليا. على طبعا قناه النادي الاهلي، والنادي الاهلي نفسه من زمان وهو بيطمن عليا، فانا عايز اشكرهم واشكر مجلس الاداره على كده. عايز اشكر كابتن ياسر ادريس، رئيس اتحاد السباحه، عايز اشكره شكرا جدا على اللي هو عمله معانا في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله بنطمن عليكم دايما. وكنا لازم نطمن جماهير الاهلي على كابتن مع عبد السلام وكابتن علي خلف الله. كان كابتن علي خلف الله عمل حديث لبوابه الكاس نيوز، واتكلم فيها عن حاجات كتيره جدا وشكر كل الناس، واحنا فعلا بنقول له ربنا يوفقه هو وكابتن مع عبد السلام، لان كمان كابتن مع عبد السلام قاعده علشان عندها دراسه هناك، لسه بتدرس، عندها مواد في الصيف وهي بتدرسها اونلاين. فكل التوفيق وامنياتنا ليهم ان هم يرجعوا بالف مليون سلامه، ابطالنا الكبار اللي كنا حاطين عليهم امال كبيرة جدا في طوكيو. وإن شاء الله السنة الجاية في نفس الميعاد في دورة أولمبية في طوكيو 2021 بإذن الله يقدروا يحققوا، بإذن الله يحققوا حاجة، لأن كل الشعب المصري مستني الألعاب الفردية في دورة طوكيو 2021. لا